واقفه في طابور ومنتظره باب فتح باب اللجنه. وقفت ساعه يعني ما رضيتش اروح واروح واجي برضو واستنيتش. انت موظفه؟ انت موظفه؟ لا قاعده في البيت. والواحد بيعمل كده برضو بينزل عشان خاطر برضو الخير ده يقعد لعيالنا مش عشان احنا يا كبار. تبعتي رساله للشباب تقول لهم ايه؟ والله ما هو احنا لازم نعمل كده عشان خاطر ربنا يقعد لكم كل الخير والطيب وكل ده لمصلحتكم كلكم ولمصلحه البلد. يعني انتوا كبار السن نزلوا عشان من اجل مستقبل الشباب. والله تعبانه ونزلت برضو النهارده وربنا يوفق يا رب. ربنا يوفق.